والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن ما دمنا في موضوع العقيدة والإيمان، أردت أن أحدثكم عن بعض الدراسات والملفات التي ممكن يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها الإنسان الباحث. ثم مجلة فرنسية عنوانها علم وحياة أو العلم والحياة، سيونس إيفي. هذه المجلة عريقة وقديمة، وهي اعتادت أنها في رأس كل سنة ميلادية أنها تصدر عدد خاص حول المسائل الدينية والمسائل اللاهوتية كما يقال. هذا العدد عدد خارج كما يقولوا هم، عدد ممتاز، عدد خارق العادة، أور سيري يسميوه. عنوانه جو إلى سيونس، نحن نرجو نقول الله والعلم، لكن كلمة الله عندنا غير جو وغير جود عند الغربيين. هما النصارى يعتقدون بأن الرب عندهم ثلاثة، ما هو واحد؟ قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هم يؤمنون بالأب والابن والروح القدس، عقيدة التثليث. فترجمة جو وجود على أنه الله الذي يري فيها مرأة، هم عندهم عقيدة شركية ضالة، ولكن نحن نمشي معهم في السياق العام. هم يتحدثوا في الدراسة هذه على الله والرب الخالق الذي في السماء، لا يتحدثون عن عيسى في هذا الموضوع. فهذا تصحيح لابد أن نضبطه. فالألوهية عند النصارى غير في عالم الغربي، غيرنا نحن شيء آخر. طبعا نحن من فضل ربي، ربي كرمنا بالتوحيد، فنحن نعبد الله وحده لا شريك له. هذا العدد فيه مواضيع طيبة ممكن يستفيد منها الإنسان، ولابد من الداعية ومن الباحث ومن الشيخ والعالم أن ينظر في الثقافات الأخرى ويواكب الأحداث الموجودة في الساحة، حتى يعلم ويعرف الشبهات الرائجة في الساحة باش يرد عليها. لأن الشباب بتاعنا ما شاء الله يطلع، خاصة يتطور بالمواقع الاجتماعية والشبكة العنكبوتية. نحن ما ليش نعيش في قرية واحدة، نحن نعيش في غرفة واحدة، وسيد الاتصال جماعة وحدت كافة الملل والمحل. فلا بد على الإنسان الباحث في الشؤون الإسلامية أنه يطلع. هذا العدد هو فيه كل رأس سنة ميلادية المجلة هذه تصدر عدد خاص، وتلاحظوا فيه النفس التبشيري النصراني الذي يروج للمسيحية، لأنها تطرح المواضيع الدينية حتى تبث العقائد بتاعهم ولا كلام. نحن نستفيد من حاجة الآن، مثلا قضية إثبات وجود الله، خاصة بعد انتشار الإلحاد في العصر الحديث. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة إلحاد، حتى المشركين يؤمنون بالله عز وجل ولكن يشركون به ويتقربون إلى الأوثان والأصنام ويقولون أنها تقربون إلى الله زلفى. الآن في هذا العصر أصبح الإلحاد فكر كامل ومدرسة كاملة، بل أصبح معسكر كامل يحكم في الأرض، وهو معسكر الاشتراكي اللي قام في الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا. الآن قام الاتحاد السوفيتي على عقيدة ماركس ولينين، وكما تعلمون بأن الماركسية أو الشيوعية هي عقيدة إلحادية كافرة بالله وبكل المعتقدات والغيبيات. فتقوم عقيدة ماركس على شعار يقول لا إله والحياة مادة، ينكرون وجود الله عز وجل. والشيوعية انتشرت ولات فيها أحزاب سياسية، وانتم أخذوا مثال تونس مثلا، حزب الشيوعية التونسي قديم من عهد قريب فرنسا، هو موجود في يومناها. المعسكر الاشتراكي قائم في أوروبا كامل، الاشتراكية تقوم على الكفر والإلحاد. ولو تدخل في المواقع الاجتماعية تلقوا ثم اتحاد الملحدين العرب، اتحاد كامل فيه أعداد مهولة، وفيه اشتراكات وفيه كتب وفيه مواريات. فالكفر والإلحاد الآن أصبح مدرسة. وبعد الثورة الفرنسية في أوروبا ثاروا العلماء المفكرين والعلماء اللي هم يبتكروا في العلوم الصحيحة كما يقول الغربيات، يعني ثاروا على الكنيسة. الكنيسة هي رمز التخلف
ورمز الرجعية ورمز الاستبداد. الكنيسة حرفت الإنجيل وحرفت الكتب السماوية وتواطأت مع الحكام المستبدين، فالناس لم يجدوا الدين الصحيح في الكنيسة، وجدوا خرافات وخزعبلات. في الكنيسة يقول لك الرب هو ثلاث، الأب والأب والروح القدس، فالإنسان يدوخ يصبح مجنون ما يعرفش من هو الإله المعبود. ورجال الدين يعني قاوموا وحاربوا الاكتشافات العلمية، وتعلمون قصة قتل جاليلي حرقا لأنه اكتشف وأن الأرض ذو قرن، الأرض ذو القرن، كيف تقول الأرض ذو؟ هذا مخالف للعقيدة دع كتاب المقدس، الكتاب المقدس لا علاقة له بهذا الأمر. فحكموا عليه بالإعدام وحرقوها وهو يقول الأرض ذو. في تاريخ الإسلام ليس تم صراع بين الإيمان وبين العلم، بل أول آية نزلت من كتاب الله عز وجل تعلن ثورة علمية وثورة معرفية. أول أمر نزل من السماء، الله سبحانه وتعالى لم يأمر فيه بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام، بل أمر فيه بالعلم، حيث قال في مطلع سورة العلق الخمس آيات الأولى التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات اقرأ، قراءة، قلم، آلة العلم، علم وتعليم، فكلها تحكي على العلم. فدين الإسلام يشجع على العلم، ولم يكن في عصر من العصور معارضا أو عدوا للعلم والمعرفة. فالآن الإلحاد موجود، فعلينا أن نثبت للناس أدلة وجود الله عز وجل. ويخطئ بعض المشايخ الذين يقولون موضوع إثبات وجود الله ما له لازمة. هذا ممكن يتحدث عن الجزيرة العربية هناك عايش في السعودية، يعني ما هو ذلك على العالم، خارج البلاد نتاعو وعايش في الخليج، يعني مغيب تماما على ما يقع في البلدان الأخرى. الآن قلت لكم ثم نوادي للإلحاد، ثم منظمات إلحادية، ثم مدارس ومؤسسات تنشر الإلحاد والكفر. وبعد الثورة الفرنسية التي كانت إحدى شعاراتها قولة فولتير الفيلسوف الفرنسي، قال أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. الكلمة هذه والشعارية يبين نقمة الناس على الدين وعلى الكنيسة. الكنيسة هي رمز الفساد والظلم والقهر، رمز الخرافة. فأصبح بعد ما انهارت الكنيسة وسقط الدين في أوروبا، أصبح مظهر حضاري أنك تكون ملحد. كل واحد يبين اللي هو قافز، اللي هو متحضر، اللي هو عبقري ومتحرر وعقلاني. فأول شيء يعمل يكفر بالله عز وجل ويكفر بالدين، مش يصبح بطل يعني ما شاء الله في التطور وفي التقدم. الأقزام اللي عندنا في البلدان العربية الذين يقلدون الغرب في كل شيء أشربوا في قلوبهم هذه الثورات وأعجبتهم، فأصبحوا يحاكون الغربيين والفلاسفة والمفكرين، فصاروا كذلك يتبجحون بالكفر ويعلنون استهزاءهم بالمقدسات. وقد جاءهم الفصل السادس في الدستور المشؤوم الذي كتب في بلادنا مؤخرا في طبقة من ذهب، حيث منحهم حرية الضمير، يعني حرية الكفر وحرية الإلحاد. فبالفصل هذايا يستطيع الملحد أن يعمل روضة يعلم فيها الإلحاد للأطفال، ويعلمهم عبادة الشيطان، ويعمل مدرسة، ويعمل معهد، ويعمل جامعة، ويعمل فضائية، ويعمل مجلات وجرائد، وينشر الكفر نتاعو في أي مكان، وممنوع تتعرض له. تتعرض له وتقول له حرام كفر، تروح للسجن بالدستور القانون، لأنه ممنوع يعني تكفير الناس والتحريض على التكفير والعنف. الخلاصة أن الإلحاد والكفر موجود في بلدان العربية والإسلامية وعددهم كبير، لكنهم يستحيلوا وما عندهمش الجرأة في إعلان كفرهم وإلحادهم. الآن بعض
اليدويه والمكتسبات العلمانيه اشترط فعلا الكفر. وستسمعون اشياء عجيبه وغريبه والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. الداعيه والمسلم والعالم والشيخ عليه ان يواكب هذه الحركه حتى يحفظ دين الله عز وجل، حتى يقوي ايمان اهل الاسلام ويتصدى للشبهات والاخطاء الرائجه في البلدان وفي الامه. هذه الدراسه هي دراسه فرنسيه غربيه ولكن فيها بعض المنافع. فالانسان الان الذي تناقشه وتثبت ادله وجود الله كتكلم بلغه العلم ولغه الدراسه هذه يقتنع يفهم ويستوعب. اما كتقول له ايه قرانيه رحمه ثانوي ما يعتقدش، خاطر النصوص هذه ويشك فيها ويطعن فيها اصلا. مباحث طريفه في هذا الدراسه، مثلا ملف من الملفات المطروحه في هذه الدراسه، بيج بانج، داروين، اديان، كان بلاس بور ديما اوجوردي. ملف موضوع بيج بانج هي الانفجار العظيم، بيج بوم لجران بوم الانفجار العظيم. بعد ذلك داروين، نظريه داروين الذي يقول بانه اصل الانسان قرد وتطور نظريته النشوء والارتقاء. الاديان، ما معنى الاديان؟ يعني الحمض النووي، وهو اكتشاف عظيم يستطيع الانسان انه يعرف الحمض النووي ويعرف اصل الانسان حتى ولو قطع راسه وظهر العظم بالتحليل. الحمض النووي يعرفون الشخص بالذات، يميز كل انسان على غيره. ثم اشخاص في العنوان قال كيف بلاس كل ديفا اجوربي، اي مكان للمقدس اليوم. هل الناس مازال تفكر في المقدس اليوم؟ مازال يفكر في الدين، في الغيبيات، في المقدس؟ موضوع مهم، نعم، نحن نعتقد في المقدس وعندنا دين، فيجب ان نعرض هذا الدين بكل اللغات وبكل الطرق والاساليب المتطوره حتى ندافع عن عقيدتنا وعلى دين الاسلام. موضوع اخر طريف، سره عقل، مخ، الجهاز العصبي، الدراسات العصبية، الدراسات الكلينيكية، الدراسات الطبية الآن تثبت وجود الله عز وجل عن طريق اكتشاف أشياء عجيبة وغريبة. ماذا يقول العمال؟ صنو بروغرامي بور كروا، هل نحن مبرمجون للإيمان؟ نرجع لموضوع الفطرة. فهذا موضوع رائع. أنا في دراساتي وبحوثي أستقي المعلومة من كتب علم النفس وعلم الاجتماع وعلم تاريخ الحضارات وعلم الطب وعلم الكوسمولوجي، علم الكواكب وكل العلوم، لأن الإنسان يجب أن يستفيد من كافة المعارف العلمية في عرض الدين الإسلامي. وديننا الحمد لله ما يخالفش العلم بل يتوافق مع العلم. هل نحن مبرمجون؟ نعم، نحن مبرمجون للإيمان. كل إنسان يحمل جينات الإيمان في قلبه. ثم دراسات رائعة جدا موجودة في الشبكة العنكبوتية، موجودة في البحوث الآن، منهم دراسة اكتشفها مؤخرا تحدثوا عن قضية الإلحاد والكفر، وبينوا بأن الإلحاد ضد النفس البشرية. الكفر بالله عز وجل شيء ترفضه النفس البشرية وترفضه الروح الإنسانية. وأجروا اختبار، أجرى أطباء اختبار عظيم في صحة كبرى في هولندا أظن، في أكثر البلدان اللي فيها كفر وفيها فساد، وأتوا بمجموعة من الملحدين الكفرة الذين ينكرون وجود الله عز وجل، ووضعوا لهم يعني توصيلات كهربائية في أدمغتهم وفي قلوبهم وفي أماكن حساسة ومبرمجة حسب الآلات، وقال لهم أكفروا، قولوا ما تريدون في شأن الله، في شأن الدين، في شأن الأنبياء. فأصبحوا يتكلمون، فكلما يقولون كفرا أو كلمة خبيثة إلا والقلب يطرش، إلا والمخ تقع في ارتجاج. فاكتشفوا بأن النفس البشرية تبغض الكفر، الروح الإنسانية ضد الإلحاد، الطبيعة البشرية تناقض تماما كل ما يمس المقدسات.
واكتشفت الرائع يعني كتبوه دكاترة مختصين وهبطوا في دراسات رائعة جدا تعتبر انتصار لأهل الإيمان. فالدين والإيمان والتوحيد فطري مغروس في النفس البشرية كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: يولد الولد على الفطرة كما في الصحيحين. ما معنى الفطرة؟ يعني التوحيد الخاص. إذا من الذي يحرف ويزور ويغير هذا التوحيد؟ من الذي يخدش هذه الفطرة؟ البيئة، المحيط، الوالدان، العائلة، المجتمع، الدولة إلى غير ذلك، التربية، الثقافة. يولد الولد على الفطرة يعني على التوحيد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي الأبوان والمحيط والبيئة والمدرسة والمجتمع هم الذين يجعلونك يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو يسلمانه أو يؤسلمانه، لأنه بطبيعته يولد مسلم. ودليل آخر عظيم كذلك يبين أن الإنسان يولد على التوحيد والإسلام هو قوله تعالى: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد بسند صحيح، والحديث موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر آدم بعرفة، لما أنزل الله آدم أنزله في أرض هي عرفت. عرفت الموجودة الآن، هذه كأول مكان نزل فيه سيدنا آدم عليه السلام. نزل آدم فلما أنزله مسح الله على ظهره فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر. أمثال الذر يعني ذرات البشرية الكل، الجينات تحت الوراثية جمعت وأصبحوا في شكل ذر، فجمعهم الله سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم. قال لهم يعني لنا نحن ولسائر البشرية إلى يوم القيامة، قررهم بالتوحيد. قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى يعني نعم. فنحن أقررنا في الأزل في عالم الذر بأن الله ربنا وهو واحد لا شريك له ولا نعبد سواه. شوف هذه أدلة كثيرة تبين وتأكد أن الإيمان والتوحيد فطري في النفس البشرية. فمثل هذه الدراسات التي تقوي الحجة لدى الدعاة ولدى الباحثين، فلا بأس أن الإنسان يقرأ ويدرس والحمد لله. وأنا في بحوث دائما أعود إلى هذه الدراسات خاطر الآن لغة العلم، العصر عصر العلم. أظن لما رديت على الأستاذة باحثة في علم النفس، هذه الباحثة التعيسة في أول الثورة خرجت من الصحة وقتها وأنا مريض فاشتريت الجريدة، فوجدت على الصفحة الأولى باحثة تونسية في علم النفس تقول: التونسيون عادوا إلى الصلاة بعد الثورة لأنهم شعروا بالخوف فقط. وقد تشتروا إلى الله عز وجل لأن الإسلام ودينك فطرة، لا، قد بسبب الخوف وبدأت تحلل وتجيب في نظريات أوغست كونت وفرويد والجماعة تحت مشايخ الضلال. قد الإنسان لما يخاف وهم في يد أمني وثورة يولي يدعي يولي يصلي، لما تذهب الفتنة وتفرق ثورة يرجع يكفر، لكن مش صحيح. وقد في التاريخ الإنسان يعبد بدل يعبد في ربي لأنه خائف من الحيوانات والديناصورات، كان يعيش إنسان متوحش أهو الطبيعة. لما تثقف واستطاع يكتشف وعنده علم وسيطر على الطبيعة ما عادش يعبد، ما عادش يحتاج إلى الرب وإلى الدين، فصار ملحدا كافرا. فكل ما يولي الإنسان بطل في التكنولوجيا وفي المعارف والعلوم
صح كده. وكل ما يكون جاهل وخواف وتعبان وكذا يصبح معادلة خبيثة ونظرية فاسدة. فأمسكت بها هذه الباحثة الجاهلة المسكينة ورددت عليها بمقال في جزئين في جلد يومي تحت عنوان التدين الفطري ولا علاقة له بالخوف. قلت لها الآن نؤصل كلامك، كلامك عند مرجعية، فعلينا أن نكشف تلك المرجعية التي تنطلقين منها. أنت أيتها الباحثة، أنت مادية، أنت ملحدة، لا تعترفين بالدين. شيوخك كارل ماركس، زيغموند فرويد، تشارلز داروين، أوغست كونت، هؤلاء هم الشيوخ تاعك. وهؤلاء الشيوخ يعني معروفين بالإلحاد الكفر. قلت لها أوغست كونت هذا اللي أنت طلعت في النظرية بتاعه، هذا الشيخ المخرف يقول أكبر عالم اجتماع زعم زعم، ولكن قبله ابن خلدون هو عالم اجتماع حقيقة، عبد الرحمن بن خلدون التونسي. قلت لها هذا المخرف الجاهل أوغست كونت إلى الآن تتمسكون بنظريته الفاسدة، عنده نظرية إلى الآن معروف بها في الغرب اسمها لا لوا دي تروازاج، قانون الأدوار الثلاثة. يقول أن البشرية مرت بثلاث أدوار، لارج لون، الدور لون، دور الخرافة والتخلف الجهل. كان الإنسان حفيان عريان يعيش مثل الوحش، يأكل الجيفة ويقتل ويعيش في كهف ويشعل النار ويعبد الأشباح ويعبد الشياطين ويعبد الأصنام ويعبد الأوثان، مرحلة الوثنية، مرحلة الأشباح، مرحلة التوحش. ثم ترقى بعد ذلك، اكتشف آلة الإنتاج وصار يفكر، فترقى شوية في التفكير بتاعه، صار يؤمن بعقيدة سماوية، بدين سماوي، يعني حتى الدين عنده من صنع البشر، الدين هو اكتشفه الإنسان، مش رب العالمين يعني نزل علينا رسالة من السماء. إنكار للوحي وكفر بالديانات والشرائع. قال فترقى الإنسان بعد ذلك عندما تطور في فكره وفي علمه وفي إنتاجه وفي ثقافته، وصل إلى درجة التوحيد، أصبح موحد. يعني الأصل فيها مكافر المشرك، الإنسان بعد صار موحد. ثم الآن في العصر الحديث بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، لما امتلك الإنسان وسائل الإنتاج وسيطر على الطبيعة وفهم أسرار الوجود، أصبح مستغنٍ عن الله، أصبح هو الإله، الإنسان أصبح هو الرب في الكون، هو الإله. نظرية سوبرمان وسبايدرمان وباتمان كلها تمشي في هذا السياق، كلها تمشي في أن الإنسان هو الرب، هو الإله، وما عادش محتاج إلى الخالق. وعقيدة الإغريق واليونان وعقيدة أوروبا وعقيدة الغرب، وهذا كذلك نجده في التوراة والإنجيل الكتاب المقدس، تقوم على مثل هذه الظاهرات. جوبيتر إله كبير في الإغريق يتصارع مع البشر، وإله الخير وإله الشر وإله الشمس وإله النور وإله الظلم وإله العشرة، عنده آلهة كثيرة، والآلهة تتصارع مع الإنسان، وفي النهاية الإنسان انتصر على الإله وأصبح الإنسان هو الإله. شفت؟ يعني خزعبلات. إحنا عندنا نظرية إسلامية صحيحة لا علاقة لها بخرافات أوغست كونت، تقول بأن الإنسان الأول موحد، بل الإنسان الأول نبي، ما هو إنسان عادي، وهو آدم عليه السلام. قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم، فآدم ما هو متوحش عريان يأكل الجيفة ويعبد الأصنام ويكفر بالرحمن. لا، آدم نبي. أتتصورون، أتتخيلون أن نبيا يشرك بالله عز وجل، أن نبيا يعبد الأوثان ويعبد الشياطين والأرواح؟ لا، يستحيل. فآدم هو أول موحد نزل على الأرض،
إيمان التوحيد أبو الأنبياء وأبو البشر، وهو نبي إلى عائلته وإلى قومه. وبقي الناس على التوحيد الخالص وعلى الإسلام الصحيح إلى عهد سيدنا نوح عليه السلام. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الآيات. في شيء محذوف تقدير عند العلماء، اللغة يقولوا فيه تقدير في شيء محذوف. وكان رب العالمين يقول: كان الناس أمة واحدة فأشركوا أو فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أرسل الله نوح، أول رسول ينزل إلى الأرض بعد ذلك هو نوح عليه السلام. لماذا نزل؟ أرسله الله ليصحح عقائد الناس. فبعد أن كانت على التوحيد الخالص من عهد آدم دخلها الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذه الأسماء أسماء صالحين، الرجال الصالحين كانوا على عهد نوح. فلما ماتوا أمر الشيطان أبنائهم أن يجعلوا لهم صور وتماثيل، وضعوها في المجلس. بعد ما مات هؤلاء جاء الشيطان إلى أحفادهم فقال لهم: إن أباءكم صنعوا هذه التماثيل والصور لأجدادكم لأنهم كانوا يعبدونهم. فبدأ الشرك، فصار الأحفاد يعبدون الأجداد، ومن هنا وقع الشرك أول ما وقع في تاريخ البشرية. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح ليصحح عقائد الناس. شفت؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. أرسل الله سبحانه وتعالى ليوحد البشر رب العالمين سبحانه وتعالى. فأول ما وقع الشرك وقع في عهد نوح عليه السلام. كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كما ثبت في الحديث الصحيح، 10 قرون يعني 1000 سنة بين آدم عليه السلام وبين نوح. فأصل البشرية كانت موحدة، لا كما يقول كونت المخرف الجاهل أن الإنسان مر بأدوار 3: الدور الأول دور الشرك وعبادة الأشباح وعبادة الخرافات، ثم تطورت البشرية فأدركت التوحيد والدين السماوي، ثم بعد ذلك جاءت الثورة الصناعية وجاء العلم فاستغنى الإنسان عن الدين. هذا كلام فاضي وكلام فارغ لا أساس له من الصحة. فهذه الدراسات كما ذكرت لكم تقوي حجة المسلم، فعلى المسلم أن يتابع آخر الدراسات في علم اللاهوت وعلم العقيدة وحتى في الشرائع الأخرى حتى يعلم ما يقع في العالم، يتصدى للشبهات ويردها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان، حتى يكون الإنسان على بينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه إشارة على موضوع إثبات وجود الله، وذكرت لكم هذا العدد من مجلة علم والحياة السنسبي، هذا العدد خاص على أدلة وجود الله والصراع القائم بين العلم وبين الدين، والذي سيبقى هكذا قائما إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعود إلى رسالة الشيخ محمد بكر العزوز. آخر شيء رأيناه ما هو؟ الملائكة. الإمام الملائكة. ذكرنا في خلاصة هذه الفقرة أن الملائكة خلقت من نور بخلاف الجن الذين خلقوا من النار، وبخلاف الإنس الذين خلقوا من طين من تراب. وخصائص الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الملائكة ما هي مثل البشر، ليس لديها حرية الاختيار وليس لديها كسب اختيار، وإنما هي مأمورة بعبادة الله عز وجل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القطيط المعروف الصحيح قال: قطت السماء وحق لها أن تقط، ليس فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ملك ساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: السماء مليانة
محمولة بالملائكة ما شاء الله، ففيها ملائكة بأعداد يعلمها ربنا عز وجل، ثم ملائكة كل حياتهم مأمورون بالركوع، ملك راكع من أول ما خلق إلى أن يموت، وملك ساجد، وملائكة وظيفتها أنها تحمل العرش، عرش الرحمن كما في سورة الحق، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هؤلاء حملة العرش. ثم ملائكة مكلفة بالأرحام، أرحام النساء التي تكتب في جبين الطفل يعني مصيره ورزقه وأجله وكتب له شقيق سعيد كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح. هذه ملائكة خاصة بهذا الأمر. ثم ملائكة كلفها الله سبحانه وتعالى بحماية وحفظ أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما في صحيح مسلم أن المسلم إذا قرأ آية الكرسي ونام متضرعا أرسل الله عند رأسه ملكا يحفظه حتى يستيقظ. هذه تعزيزات خاصة لأهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى حافظ وحفيظ لخلقه، ولكن أهل الإيمان وأهل التوحيد عندهم مزية كما قال رب سبحانه وتعالى وكان المؤمنين رحيما. الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة رب سبحانه وتعالى يكرمه بملائكة تحفظه. قلت له لو كان يسمع ضيع الرؤساء والحكام لأنما وافع صلاة الصبح، لأن هم عندهم بوديغارد، عندهم حراس شخصيين يعني بأموال طائلة يصرفوها. رب العالمين كرمنا بهذه الملائكة، يكفي أنك تصلي الصبح في جماعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. ما شاء الله تبارك الله. نعم. بصوت رائع. ولهم معقبات لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن القيم في التفسير أن يحفظونه بأمر الله، مقصود بها به الرب سبحانه وتعالى. أعطانا ملائكة كما تعرفون، ملائكة من أمام ومن خلف يحفظون. نعم. كذلك عندك ملائكة سجدوا عليك يكتبوا تقارير. قال تعالى في سورة قاف ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسجل عليه كل شيء. عبد الطرائف فضل في عهد بوركيبة الذي ألقي دروس في بعض المساجد كل مرة كشفتها هكذا نتوه شوية ونتجرب ونعرف كلمة. فيوم جيت وقت درس في جامعة جاء الإمام جلس جنبي وجاء المؤذن جلس عن يسار وهم راضين الدرس هذا، فجاء خصيصا ما حضرت الدرس حتى يستفيد من العلم ولكن حضرت مهمة أخرى. عدنا نتكلم أنا والشباب وش بتبقى هذه؟ قلت يا جماعة عليكم أن تحذروا، ردوا بالكم راهو فيه ناس هكا غافلين ويتكلموا ويقولوا اللي يحبوا ويعملوا اللي يحبوا ونساوهم ثم ملائكة تسجل عليهم. وردوا بالكم إياكم ثم إياكم أن تتجرأوا وتتورطوا في أشياء خطيرة. راهو على اليمين ثم رقيب وعلى يسارك ثم عتيد. هذا أنا عملت هكا ومن زحف ومن صعب. ماذا تقصد بهؤلاء؟ القوالة حشاكم الذين يأتون لكتابات التقارير عبارة عن جواسيس قد كان يوصل الإمام والوقاف المؤذن من أرض الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى المرء على حسب دينه. هؤلاء ينصرون على قدر نفاقهم وعلى قدر فسادهم والعياذ بالله. حتى المرء في القربة يذكرني في طرفة مؤذن لا يصلي. مؤذن لا يصلي. قبل يجي وقت الصلاة هو عنده كشك. كالرادار يعني قوات في الحي هناك. عنده كشك يرصد خونجية والمطر فيه. فلما يجي وقت الأذان الجامع يقول الله أكبر الله أكبر وبعد يخش يمشي الكشك بتاعه. يقسم بالله الشيء قبل لا يصاب يأذن يخش ويقعد عند وراثة منح. هو عجيب يعني. وصلنا قمة الفساد والعياذ بالله. فحسبنا الله عز وجل. ماذا تقول؟ الشيخ سمح قد تأتي سنة واحد يقوي الحاكم ما يخش فلوس. الإنسان يدعى على طاقتاته والله لا أدري ما أستطيع أن نزل من التسمية التي على هؤلاء. هؤلاء أكثر قتات وأكثر من مختار. لا هذه مصطلحات راقية قتات يعني
أعرف هذه وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحف عن يختاب الناس فهذا أكثر يقول الله هذا الناس للموت وقطع أرزاق الناس وخلوا أطفال الأيتام وخلوا النساء يعني دمر حياته دمر حسب الله عنك هذا كل علينا ربي يحفظنا وينجي بلادنا من الفتن الله عنه وما رضي عنه فالإنسان الملائكة يعني موجودة في حياته والحمد لله والذي يعشى أدم من الإنسان السبعة الآن طيب نحن نطيب وربعة الآن وربعة طيب ناصر إن شاء الله فالملائكة في حياتنا موجودة وهي عنصر خير وعنصر بعد وعلينا أن نستجلب الملائكة إلى بيوتنا وإلى مجالسنا البيت الذي نجد فيه أوثانا وأصناما وتماثيل وصور للأرواح فلا تدخل الملائكة وذلك عامل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فيه كلب ولا صورة واحد سألوني مرة قال لك هذا كانيش قلت له كانيش اسمه كلب ما صارش كانيش اسمه دينا كلب ولو تجيبه طبيب كل أسبوع ولو تغسله بماء زمزم ولو تبخره بعود والطين يبقى دينا اسمه كلب يمنع دخول الملائكة والعياذ بالله فعلينا أن نطهر بيوتنا علينا السيئة كذلك التماثيل تدخل بعض بيوت المسلمين تشوف يعني نسك في الباب يعرض نسك مرات تقول لي الملائكة أنت ما تدورش فيك تماما علاش يعني تضر فيها؟ قال كيف ضربتها؟ قلت له نسر هذا في مقدمة الباب في باب الدار فجاء البناء مكسر الحمد لله خلي الملائكة تدخل ليش نفر لها؟ هذا نحن نراها ثقافة نراها فن نراها تحف فنيا اللي نحن نحترم الفن لكن إذا كان يخالف العقيدة الإسلامية إذا كان يعارض حكم شرعي فيصبح حرام فهم أنا هو الشرعي إذا كان تفضل تفضل أستاذ ما نقصد بالسورة؟ السورة كان حي ولا؟ السورة كل مخلوق فيه روح يعني متحرك مثل الإنسان والحيوان لو تجد مثلا بعض الرسوم طبيعة ميتة كما وقعش يعني أشجار وورود وكذا لا بأس وسمح كذلك بالصور للتعليم صور الأطفال لا بأس مثل في العلماء أو اللعب كانت سيدة عائشة لها لعبة هي دارة في شكل ترفيهي شفت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت هذا حصان سليمان يا رسول الله ألم تسمع بأن حصان سليمان كانت له جناحان فتبسم حتى بدت بوجهه يعني هي عملت شكل بتاع تمثال لعبة ولكن بما أنها لعبة تمتهن وتسقط وليست معظمة ليست مقدسة لا تعلق في مكان هكذا مثل ما نصنع نحن التماثيل فلا بأس جوز العلماء اللعب اللي فيها شكل بتاع صور بتاع فن وكذا لا بأس اللعبة لا بأس نعم الشيخ يتصور عنده الدفيع والسير تصور المعلقة يعني إذا تكون فيها روح بعض الناس مثلا عجل مرة دخلت البيت الجلوس لقى صورة كبيرة كما أقول بوستر رجل يعني هكذا نص وعينين وشكل قلت من هذا؟ قال هذا أبي رحمه الله أكرمته بهذه الصورة أعوذ بالله قلت عذبته في قبره لماذا جنيت عليه؟ هذه تلحق الأذى بأبيك رحمه الله وبالبيت هذه تمنع دخول الملائكة قال لي والله أنا أدري ما عنديش علم أول مرة قلت له هذه خذها وحقها ومزقها وضع مكانها آية قرآنية أو أصول الكعبة مشرف لا بأس أصول المخلوقات تمنع دخول الملائكة هذا صنيع تعرف متى دخل الصور إلى تونس عندما دخل الاحتلال الفرنسي قبل الاحتلال الفرنسي وقبل الاحتلال الإيطالي وقبل الاحتلال الإنجليزي ما كان ثم صور في بلاد الإسلام ما كانش معروف الصور عادة التصوير هذه عادة حادثة جاء عن طريق المستشرقين والاستعماريين وهذا المجرى أول تمثال في تونس تمثال القسيس هذا نسيت اسمه في باب البحر شفت قصر البحر كان هناك تمثال للقسيس بواس رجل الدين يمسك في يده اليمنى الصليب وفي يده اليسرى الإنجيل
وهو طويل هكذا لكن قطع هذا أو ذهب الحمد لله خلص عنه أعلى من جمع الزيتون. يعني استفزاز لمشاعر التوانس المسلمين. فأول ما جاءنا الصورة من فرنسا والكلام من الاستعمار قالوا تقولوا أن عادة الصورة عيد الله على ذكر الصورة كان الرقابة الرقابة يعني بتاع الأسعار وحتى الصورة لما تراقب بعض الدكاكين المغازات يدخل غلوية صورة الرئيس إذا لم يجد صورة الرئيس أصبحت مشكلة أنت معارض وأنت ضد النظام وأنت نيتك سيئة وتحاسب واحد حتى الأئمة على المنام يجب أن يدعو كل من يصل السلطات يدعو لهم طول العمر ويدعو لهم بالقوة والنصر والتمكين على الأعداء ولا المعارضين عاد إمام مرة لا لم يدعو في خطبته وفي دعائه فقال له أنت كيف لا تدعو لرئيس الدولة؟ قال لا أدعو له في أشرف الأماكن في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد الرحمن هو مساجد فأكثر الدعاء. قالوا لا نحن نريد أن نسمعها على المنبر في المسبح هكذا. هو حق يتذكر نسبيا ولكن لم يفقده. حسب الله على الوكيل ونعم المسلم. يعني شرك بالله عبادة تأليه. فأربي ثبتنا على الترحيم. إذن الملائكة وأشهر الملائكة كما ذكرنا أعظم الملائكة على الإطلاق هما أربع ملائكة جبريل أو جبرائيل عليه السلام أمين وحي السماء مهمته إنزال الوحي وقد يكلف بتدمير بعض الأمم كما دمر قوم لوط وبجناح واحد اقتلع بلادها ودمرها يحارب مع المسلمين كما شارك في غزوة بدر مع الصحابة رضي الله عنهم أمين وحي السماء جبريل عليه السلام وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على طبيعته الملائكية يجلس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح ففتح جناحين فسد الأفق أصبحت الدنيا ضيعة ما عادش سكرها زوج جناح فقط بعد جبريل يأتي ميكائيل هذا ملك عظيم له هيبة وقار مكلف بالقطر وبالريح المطر التي تنزل يدبر أمرها بإذن الله عز وجل ميكائيل والريح والمور الطبيعية ميكائيل إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور اللي هو بوق يوم القيامة نفختان النفخة الأولى نفخة الصعق والنفخة الثانية نفخة البعث قال تعالى نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نفخة أولى نفخة ثانية ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الآيات من سورة الزمر فسيدنا إسرافيل الآن يضع البوق يضع الصور في فمه وعيناه إلى العرش ينتظر الإذن حتى ينفخ في الصور فالقيامة قربت اقتربت الساعة وانشق القمر بعثت أنا والساعة كهتين وقرن بين السبابة والوسطى تصحن ما بقي من الدنيا أقل مما وضعت ربي يرحمنا ويعفو عنا الملك الرابع هو ملك الموت وبعضهم يسميه عزرائيل ولكن كلمة عزرائيل لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة إنما هي رواية ضعيفة إسرائيل ملك الموت هذا أعظم الملائكة الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى وهو في غنى عنهم كلفهم وشرفهم ببعض المهام واضح الملائكة درجات وأصناف والله سبحانه وتعالى يقبض أرواح الجميع ثم يبقى ملك الموت فيسأله بعد قيام الساعة من بقي حيا يا ملك الموت فيقول يا ربي بقيت أنت حيا بقيت أنت حيا الحي الذي لا يموت وبقي عبدك ملك الموت فيقول الله عز وجل يا ملك الموت مت فيموت ملك الموت ثم ينادي الجبار سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد وقيل تبقى هكذا حول 40 سنة قليل وقت
فيكرم نفسه ويقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب كما في القران. ثم يحيي ربنا سبحانه وتعالى من يحيي اسرافيل فيامره بالنفخ في الصور نفخ البعث من جديد فينفخ وهذا الصور بوق عظيم يستوعب قلبك القبائل والدول يعني مجرد انه وسع تدخل فيه ملايين البشر ضخ ضخ كبير ينفخ فيه فتنفجر الارض واول واحد يخرج من الارض نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اول ما يفتح قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من قبره وهو ينفخ التراب عن لحيته اول من تشق على الارض هو الحشر الذي يحشر الناس على عقبهم شفنا اسمه الحشر فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج الناس وراءه حفاة عراة غرلا يمشون الى ارض المحشر ارض كبيره جديده ليست هذه الارض ارض لم يعصى فيها رب العالمين قط قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا وفي الحديث الرواية الأخرى يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي كما الخبزة بتاع الفرينة بتاع السميد بتاع الخبزة بيضاء مستوية نقية كقرصة النقي أرض جديدة ليس فيها عالم لأحد لا فيها مصر 13 ولا مجلس التأسيسي ولا الحمامات ولا النزل ولا الفساد ولا ما فيش داعي عمارات ولا بنات ولا اتحاد صحاب ولا ضباط ولا كذا ليس فيها عالم لاحد يعني ما عندكم طهر ما عندكم انت الخامه مكشوف وتنزل الشمس قال كما في صحيح مسلم ان الشمس تنزل تقترب من رؤوس العباد حتى لا يبقى بيننا وبينها الا ميل حراره وشده نسال الله ان يرحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض فهذه الخلاصه الايمان بالملائكه يحصل الانسان عليه ان يكون طاهرا نقيا ذا رائحه طيبه الملائكه تحب الطيب وتكره الرائحه الخبيثه قال عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل واكل الثوم واكل الكراث والاتيان الى المسجد وقال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم شفت فالملائكه ترفض وتبتعد عن الرائحه الكريهه فعلينا ان نستجيب هذه الرائحه الطيبه كالعطر والاخوه الى ذلك كذلك تنفر من الصور القبيحه الانسان اذا دخل بيت الخلاء وتعرى تنفر الملائكه لا تدخل معه اذا جمع الرجل زوجته كذلك تبتعد الملائكه تتأذى من الأشياء القبيحة ولا تنظر إلى العورات هذه خصائص عظيمة فعلينا أن نؤذي الملائكة عن الملائكة عن يمين عن يسار من أمام من خلف قال تعالى أمرنا بالإحسان إلى الجيران قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السد سبحان الله فالملائكة علينا أن نؤذيها تلقى واحد يتكيف دخان ويخرج من فمه كلمة بذيء وكفر الملائكة تتأذى هذا ملائكته تعبانة تعالج مر يوميا تسمع الكلام النبي وتشم الرائحة الخبيثة ويجلس مجالس المنكر يؤذي نفسه ويؤذي الملائكة ويؤذي عباد الرحمن بينما المسلم لا يتكلم إلا بالذكر والتسبيح وكل ما هو خير ويجلس في بيت الله ويجلس في الأماكن الطاهرة ويتعطر وينتشر ويلبس أحسن ثياب هذا كله يقرب الملائكة وتحفه الملائكة من الله من لديه استفسار أو سؤال أو استيضاح فليتفضل تفضل نعم لما يجب أن شيخ الله يتصور من دار مش يعمل والله أمره مش يعني كفر هو ليس كبير من الكبائر هي مخالفة شرعية ولكن الإنسان بالحكمة مش يبشر يعني حاول مش يكون ذكي يقول يا جماعة احنا راسنا على الشيخ يقول أن الفكرة لما نعمل صورة خاصة صورة بريد
رب يبعث فارو ويتآذى ويشقى، وهذا كلام صحيح. ونقول بأن الملائكة تخش البيت، نحن نحب الملائكة تدخل لنا ونشرب البركة في رزقنا أو في حياتنا أو في أولادنا وكذا، يرغبهم في الشر. أنا أذكر مرة سمعت هذا الشعب شباب صغير في المسجد، سمعت الشيخ يقول بأن التماثيل تمنع دخول الملائكة. فنحن تمثال كرمه الله كلب، هذاك الكلب ذئب شنو أسود وجميل وفي ذهب وكذا محطوط فوق بفاير هذه الالتفات. فلما سمعت بأن الحرام رجعت إلى البيت فلم أجد أحد في البيت، قلت الحمد لله هذا يوم مشهود. فأخذت يد الهراس أكل النحاس قوية وأخذت الكلب واختليت به في منطقة فهشمته وتركته في ذهب كما هشم سيدنا إبراهيم عليه السلام وألقيته في المسبح. جاءت أمي لم تتفطن لها الأمر اليوم الأول يوم الثاني بعد أسبوع قال وين الكلب اللي كان هنا؟ قلت لها فر إلى أحد الأحياء ما عاد يسكن هنا. قالت لي أنت يا مجرم لازم عملت عملها. قلت لها والله سمعت الشيخ قال يمنع دخول الملائكة وأنا حريص على الملائكة مشدين من عباد العرب فأراني كسرته. غضبت قليلا وبعد ذلك نسيت الأمر والحمد لله بس. فيستعين بالله واحد شيء من الحكمة فر. شيخ سلماني عندي سؤال. تفضل. ليس في درسنا اليوم. ليسش. كما قال الله تعالى في القرآن ربنا أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إذا مرض إلى خروج من السبيل. الحياة ماذا يقول المفيدة في أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين ما معناه؟ الله الذي خلق الله سبحانه وتعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نحن كنا أموات بسورة البقرة كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم موتة علينا. نحن كنا أموات ثم أحيانا الله عز وجل الآن نحن حي بعد الموت وسيميتنا الموت المعروف فصاروا اثنين اثنين حياة اثنتين وموتة اثنتين. شفت؟ ففيه حياة اثنتان وفيه موتتان. هذه حياة الدنيا وفيه حياة الآخرة حياة البرزخ. إذا دخل القبر دخل في حياة ثانية. فالحساب واضح. أننا سمعت كلاما لذلك سألت وكما نحن مان أنا سأموت دواء نعوذ بالله من ذلك الدواء وهذا صعب يراني في جندوبة كما جندوبة كذلك. أنا أقول له أنا أو مديني أقول له أنا زائر إلى ليبيا وهو جي في تونس ويسمع أنا شريفة توفي. هذا تفسير الآية هو ويكون أفريقيا عندنا. نعم هذا صحيح الله أعلم. أما نزيد نعود إلى التفسير إن شاء الله نزيد سنعود إلى التفسير القرآن وسنفصل أمرك إن شاء الله. أستاذ في الجامعة في درس العقيدة أستاذ أنا كنت كلام غريب أقول في عصر الحاضر العقيدة وين فين الجامعة؟ زي الزيتون جامعة الزيتون أستاذ العقيدة أقول أن في عصر الحاضر المشكلة ليس في العقيدة المشكلة في التطبيق والأعمال. ولكن لما نفكر أستاذ قال الآية الكريمة قالت الأعراب آمنوا وقلنا أنتم كلوا وآكلوا وخذوا أسلم يعني هناك بدون إيمان مستحيل أن يكون الأعمال الصحيحة بالضبط. الأعمال هي انعكاس العقيدة السلوك هو تطبيق للعقيدة ولذلك السلوك اليهودي شيء السلوك النصراني شيء السلوك المسلم شيء السلوك الوثني شيء
فالعقيدة هي أهم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة وهو أسس عقيدة. حتى في المدينة بعد ما قام دولة الإسلام الآيات الأحكام يختمها الله عز وجل بإشارة عقائدية بإشارة إيمانية مما الإيمان والأساس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو، وليس المسرق حين يسرق وهو. في رواية ابن عباس قال: إذا زنى العبد خرج الإيمان من قلبه حتى يصير فوق رأسه كالظلمة مثل السحاب، ثم إذا أقلع عبدان عاد إليه. كان الإيمان يزن ظلما في قلبه، وبعدما وقع في الفاحشة صار يوزن 5 مرات. فما الذي جعله يقع في الزنا وفي السرقة؟ الإيمان ضعيف. فالإيمان والعقيدة هي أهم شيء. ما الذي جعل الصحابة يرمون أنفسهم في سبيل الله ويجهدون؟ عقيدة، عن الإيمان. فالإيمان هو المحرك. فإذا ذكرنا منه ثم إيمان، لكن بيت الشعر تغنيه أم كلثوم كتبه إقبال الشاعر الباكستاني شاعر الإسلام، يقول شيء يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمانا ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فالإيمان هو أساس كل الأعمال، بدون عقيدة بدون إيمان ما نصنعش. وأيضا تقول الأستاذ مثلا لما نتكلم عن أسماء الله والإيمان، تقول أنا هذا كله أضيع وقت وهذا الشيء اللي يسبب لنا في التفرقة وغيره. هي هذه مسلمة؟ ربي عزيز الله حسبي الله وكيل. كل هذا الكلام يعني كل هذا ضيع وقت، يعني لأن شيء أهم. خربوا جماعة الزيتون بمثل هؤلاء السفلة مثل هؤلاء حسب الله عز وجل. فسيري أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله. شيخ عبد الله جامع الدين.